وأنت تتجول بين أزقة القصبة السفلى، تقابلك تحف معمارية بامتياز. تستقبل زوارها لاكتشاف المكان ومعرفة حكايا من سكنوا الديار. Franchement, c'est très beau, c'est très intéressant. On voit l'évolution. جميل جدا. رأينا عدة قصور في القصبة والتي تتميز بطابع معماري فريد من نوعه ومختلف أيضا. في الكونستركسيون في الايديولوجي etc. سي très intéressant. قصبة كأنها تراث عظيم من الجزائر وتاريخها جميل. حتى المتاحف تاعها يحكيوا بزاف حكايات عن الحياة تاع الماضي وحياة أجدادنا. أبواب مفتوحة طيلة شهر التراث لكل الزوار والسياح لتعريفهم بممرات القصبة ومعالمها الأثرية. وضعنا تحت تصرف الزائرين سواء مواطنين أو سياح أو طلاب أو يعني ناس مختصين في التراث الثقافي مجموعة من المطويات تعرف بالقطاعات المحفوظة على يعني الكائنة على المستوى الوطني، وكذلك تحتوي هذه المطوية على خريطة سياحية ثقافية يعني تبين المسارات الثقافية السياحية الموجودة على مستوى القصبة. أينما وليت نظرك أخذتك عظمة المكان إلى زمان ما زالت تفاصيله تتراءى للزوار والناظرين.